السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، حياكم الله إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة عودة تنظيم القاعدة للنشاط مجددا في محافظة أبيان. مجددا عاد نشاط القاعدة في أبيان إلى الواجهة، حيث نفذ التنظيم عمليتين منفصلتين خلال اليومين الأخيرين أسفرت عن مقتل 7 من أفراد الجيش الوطني وجرح آخرين. تأتي هذه العودة بعد أن تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير معظم أجزاء المحافظة في عملية أمنية موسعة نفذتها خلال أغسطس من العام الماضي، لتدخل العملية الأمنية بعدها مرحلة التمشيط ومطاردة العناصر التي فرت إلى الأرياف والمناطق النائية في المحافظة. محللون يرون أن القضاء على نشاط التنظيم في محافظة أبيان لن يكون بالأمر السهل، خصوصا وأن المحافظة كانت من أهم المعاقل التي تنشط فيها عناصر التنظيم خلال العشر السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى عمليات خاصة تستهدف ملاحقة عناصر التنظيم حتى يتم القضاء عليها نهائيا. عودة نشاط تنظيم القاعدة بأبعاده ودلالته سيكون موضوع نقاشنا في حلقة اليوم، ونناقشه في محورين: ما هي تفسيرات الجهات الأمنية لنشاط عمليات التنظيم؟ وهل تعد هذه العمليات استمرارا للمعركة بين قوات الجيش والتنظيم الإرهابي؟ ما هي السبل والوسائل التي يمكن من خلالها القضاء على نشاط التنظيم وإخماد جذوته؟ قبل البدء بالنقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. لم تترك القاعدة أبيان إلا وقد محت عنها آثار المدينة ووضعت بصماتها بقوة على كل المساحات، وعندما وصلت قوات الجيش الوطني إلى المحافظة كان الجميع في انتظار أن تستقر أبيان ولو جزئيا، وقد تحقق لها بعض ذلك المطلب. بدأ النازحون بالعودة واستعادت المكاتب التنفيذية بعضا من أنشطتها، دفع ذلك خلايا التنظيم الإرهابي إلى محاولة العودة والظهور وإن بصورة متقطعة. عاد أفراده من الجبال لتنفيذ عمليات في أماكن متفرقة معكرين بها صفو الانتصار الذي أعلن في أغسطس الفائت. تركوا عبوات ناسفة في أماكن مجهولة بعضها تم العثور عليها. بعدها انتقل التنظيم إلى خوض مواجهات مباشرة مع قوات الجيش، كان آخرها ما شهده الطريق الدولي الرابط بين حضرموت وأبيان، حيث هجم عناصر التنظيم نقطة أمنية هناك، وبحسب مصادر محلية فقد أودت بحياة جنود وجرح آخرين. وقبل هذا الهجوم كانت حملة أمنية في الطريق إلى منطقة شقرة ساحلية قد تعرضت لهجوم مباغت سقط على إثره 5 جنود وعدد غير محصور من عناصر القاعدة. قالت المصادر أيضا إن الحملة كانت تهدف إلى تحرير موقع سيطر عليه التنظيم في وقت سابق دون قتال واتخذ منه مقرا لعدد من عملياته. التحديات التي تواجهها القوات الأمنية في أبيان كثيرة، لكنها وبحسب محللين عسكريين فإنها تفتقر إلى المعلومة الدقيقة وحسابات التوقع، والذي من شأنه أن يحد من عدد الضحايا بين الجنود والمدنيين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع العميد عبد الله الفضلي مدير أمن محافظة أبيان. مساء الخير سيادة العميد. نعم سيادة العميد، أهلا بك معنا في زوايا الحدث. في البداية، خلال يومين عمليتين منفصلتين لتنظيم القاعدة تستهدف قوات الجيش والأمن وسقوط شهداء وجرحى، أين هي الجهات الأمنية من ملاحقة هذه العناصر التي تستهدف عناصر الجيش الوطني في أبيان؟ أولا نشكر قناتكم هذه في استضافتنا اليوم، و يوجد عندنا شيء من المشاكل في من ناحيه الدعم الذخائر ومرتبات الجنود. الان 3 أشهر لم يستلموا المرتبات والوقود، فهذه الثغره ادت الى يعني ضعف في صفوف المقاتلين من قوات الحجام الامني وقوات الامن. أفهم منك الآن نعم سيادة العميد، يعني السبب عودة العمليات لتنظيم القاعدة واستهداف الجيش والأمن هي عدم تسليم الرواتب، هذا ما تريد أن تقول؟ لا، ليس بالفعل عدم تسليم الرواتب فقط، بس
نحن نعرف جميعا أن الجيوش تزحف على بطونها، فتأخير الرواتب وعدم توفير الوقود للمعدات والذخيرة، نقص الذخيرة يؤدي إلى ضعف شديد، ضعف في القوة المتمركزة في النقاط وفي المتمركزة في المعسكرات. فلذلك تمت مداهمة أوكار الإرهابيين في مواقعهم في الوديان. نعم. وبعد أن داهمناهم بقوات الدخول السريع بقيادة العقيد عبد اللطيف السيد، فكان رد الفعل على المناطق الضعيفة الذي لا يوصلها رواتبها والذي لا يوصلها تغذيتها ويوصلها، فكان ردة فعل التنظيم ردها يعني معاكسة للأماكن الضعيفة. نعم سيادة العميد، نعم سيادة العميد، إذن السؤال المنطقي أنه ما دمتم لازلتم في معركة مع هذه العناصر الإرهابية وتتابعون أوكارها في الأرياف والمناطق التي فرت إليها، هل من المعقول أن تكون هذه النقاط الأمنية التي تتبعكم ب يعني عدم جهوزية كاملة لتصدي لأي هجوم محتمل من قبل هذه العناصر؟ هي كانت في جاهزية كاملة، واحنا كنا مستعدين لتطهير الوديان البعيدة من المدن، ومستعدين لتطهير الأرياف البعيدة. فانشغال الدولة وانشغال التحالف عنا، صار عندنا ضعف، والآن رفعنا رسائلنا كاملة إلى كل جميع الجهات المسؤولة بالدعم الكامل، وإلا سوف نعلن النفير ونخرج المواطنين كلهم ضد هذه الجماعات الإرهابية. نعم طيب سيادة العميد تكرم بالبقاء معنا، نشرك معنا في الحديث الباحث الأستاذ عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد الدراسات. مساء الخير أستاذ عبد السلام. مساء النور، اهلا وسهلا بكم وبضيوفكم الكرام وكل مشاهدين قناه القيس. اهلا ومرحبا بك استاذ عبد السلام. انت قراءتك عوده العمليات الارهابيه لتنظيم القاعده في محافظه ابين بهذا التوقيت بعد ان كانت قد اعلن تحريرها تماما من تنظيم القاعده؟ اولا يجب ان نفرق ما بين انهاء تنظيم القاعده تماما مطلقا وما بين اضعاف تنظيم القاعده. تنظيم القاعده لم يعد قويا وكان يمتلك اماره في ابيان، اما الان فهو عباره عن ضربات وعصابات يعني تقوم بعمليات خاطفه. هذه العمليات يمكن لهذه العصابات أن تقوم بها حتى في الدول الأكثر تطورا، لكن هناك أسباب كثيرة جدا في مجملها، أو أهم هذه الأسباب التي جعلت مثل هذه العمليات سهلة أمام هذه العصابات الإرهابية وأن تعود القيام بها، أهمها عامل أولا تطبيع الوضع في المحافظات المحررة. نحن نعرف أن محافظة أبين من المحافظات المحررة كان يفترض أن تكون الدولة متواجدة فيها بشكل أقوى في عملية التنمية، وعملية التنمية كفيلة جدا بإضعاف عودة هؤلاء وحتى إنهاء بعض الأمور التي تتعلق بالجانب المالي الذي يبحث عنه بعض الأشخاص الذين نعم. يحصلوا على دخل ويتم التعامل معهم من خلال التهريب وتجارة الممنوعات والسلاح. الأمر الثاني ضعف المعلومة الاستخباراتية، واضح جدا أن هذه المناطق تعيش وضع بعيد عن الدولة وعن رقابة أجهزة الأمن والمخابرات. الأمر الثالث هو الدعم اللوجستي، يبدو أن الانشغال الألوية بمقاومة الانقلاب في أكثر من منطقة ساهم كثيرا في دحر الإرهاب، وأيضا انعدام التدريب والتأهيل لقوات خاصة قادرة للتعامل مثل هذه العصابات. نعم أستاذ عبد السلام، كمان الآن قبل قليل المدير أمن محافظة أبين العميد عبد الله الفضلي وهو يسمعنا الآن تحدث بأن عدم اهتمام من قبل التحالف ومن قبل الحكومة الشرعية، وهناك نقص كبير ربما بالاحتياجات التي تحتاجها الجهات الأمنية في هذه المحافظة لمتابعة لمواجهة الإرهاب، وأيضا حتى الرواتب لم تسلم. برأيك إلى أي مدى سيؤثر مثل هكذا تخاذل أو عدم اهتمام من قبل الحكومة الشرعية والتحالف لما يحصل في أبين؟
وخطر عودة التنظيم. لا نستطيع أن نتحدث عن تخاذل، لكن يمكن أن نتحدث عن بناء الدولة من الصفر. الآن وضع المحافظات المحررة هو بناء الدولة من الصفر، أي أن عبارة الألوية موجودة بشكل بدائي جدا، بعضهم يمتلك راتب، بعضهم لا يمتلك، بعضهم من ضمن المقاومة الشعبية واندمج في الجيش، وبعضهم قادم من المدنية، وبعضهم عسكريين سابقين لم يخضعوا للتأهيل. هذا الأمر هو يعني مساهم بشكل كبير، يعني هناك عوامل متداخلة في هذا الأمر. لكن يبقى انشغال التحالف والشرعية في معركة الانقلاب وكسر الانقلاب هي سبب رئيسي، سبب من الأسباب وليس السبب الرئيسي عفوا. ولا يمكن لمحافظة أبيان، وخاصة أنها من المحافظات التي ربما قد لا يكون لها مصدر جيد، لكن يمكن أن تعتمد على بعض الإيرادات التي يمكن أن تمرر حتى ولو بعض الوحدات الأمنية التي تشارك في الحفاظ على أمن أبيان، وهي قادرة سواء بموازنة معينة من الشرعية تطلب بشكل عاجل، أو حتى بالعودة إلى مصادر الدخل الطبيعية، يعني إذا نعم. كان هناك مثلا زراعة القطن أو كذا يمكن نعم. أو تجارة أو مرور شاحنات يمكن أن تأخذ هذه المحافظة جزء طيب. نسبة بسيطة جدا من الأرباح. نعم. طيب صلاح عبد السلام، هل تعتقد صلاح عبد السلام بأن طرفي الانقلاب الرئيس المخلوع وميليشيا الحوثي ربما لها علاقة بتحريك هذه الجماعات الإرهابية في محافظة أبيان بهذا التوقيت؟ دعني أقول لك أن الجماعات الإرهابية العصابات هي تحولت لأشبه بشركة مقاولة تجارية، من يدفع أكثر يمكن أن ينفذ له. وثانيا الأهم أن هذه الشركة، شركة المقاولة التجارية، أصبحت يعني تستفيد من الوضع واختلال الأمني من أجل تنفيذ بعض العمليات والحصول على وضع مادي أكثر. شكرا. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث. أعود إلى محافظة أبيان مع العميد عبد الله الفضلي. إذا سيادة العميد، إذا أمام ربما عدم الدعم الكافي من قبل التحالف والحكومة الشرعية لكم في محافظة أبيان بسبب انشغالهم وربما الجبهات التي الأخرى التي تواجه فيها الانقلابيين، ما هي الوسائل التي أو المتاحة لديكم لمواجهة هذه العمليات الإرهابية والحد منها والحفاظ على عناصر الجيش والأمن من استهدافهم مرة أخرى؟ يا أخي المواطن في أبيان هو مل هذه التمثيليات في كل عامين أو ثلاثة أعوام تعود القاعدة في أبيان. فالمواطن هو الذي الآن ضد هذه التنظيمات، ضد هذه التمثيليات، ضد هذا. المواطن هو الآن هو الذي بجانبنا، المواطن بنفسه هو الذي بجانبنا. الآن المعركة غير من السابق. الآن المواطنين والقبائل هم الذي بجانبنا ضد هذا الإرهاب. فإن هذا الآن القاعدة خرجت من المدن، ذهبت إلى الوديان البعيدة. نعم. الآن عندنا خطة لملاحقتهم للوديان البعيدة. عندما دخلنا الوديان البعيدة وجدنا ظهورنا الذي نقاط الحزام الأمني خاوفا على عروشها، نداهم في الليل أو في النهار، نخرج من المداهمة منتصرين، فيرد على النقطة الضعيفة ويداهموها ويقتلوا فيها. فهذا يعني يجب أن نثبت نقاطنا ونثبت قوتنا ونستعيد جيشنا. نحن كأمن يا هذه القوات يعني هذا الإرهاب له قوات خاصة ولها جيش يدافع عن البلاد. نحن كأمن عندنا عمل يعني أمني مدني، لكننا ندود عن البلاد بما نستطيع. نعم. طيب سيادة العميد، أيضا نشارك معنا في الحديث من محافظة أبيان الصحفي عبد الله مهيم. مساء الخير أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله هل تسمعني؟ إذا انقطع الاتصال بالأستاذ عبد الله المهيم الصحفي. أعود لك سيادة العميد من جديد. تحدثت بأن على المواطنين في الدرجة الأساسية أن يتعاونوا مع الجهات الأمنية، وهي واجب عليهم من أجل عدم السماح لعودة هذه العناصر الإرهابية أو التساهل معها أو استقبالها في هذه المناطق، كمان في الأرياف التي
ذهبوا إليها. هل باعتقادك أن من في محافظة أبين من المواطنين والأهالي لا زالون يعني يستقبلون هذا هؤلاء العناصر، يؤونهم أو يوفروا لهم أي مصدر للحماية أو التنقل أو ما شابه ذلك؟ نعم أخي، في أرياف عندهم الفقر إلى ما تحت الصفر، يعني فوق ما تتوقع عنه. فالفقر وحالة الفقر، يأتي هذا صاحب الإرهاب، صاحب تنظيم القاعدة، فيبني لهم المدارس، يحفر لهم الآبار، يعينهم ويقوم بحاجتهم، فيكونوا له عون في الأرياف. نعم، ويدخلوا على شيوخ القبائل وعلى المناطق النائية البعيدة بهذا، وكسبوا يعني بنية تحتية قاعدة من المواطنين من الشرفاء لجانبهم لسبب غياب الدولة. فالآن يجب أن نلتفت لفتة كبيرة في إخراج المواطنين من هذا الشيء، لأن لا. الآن الذي يريد حفر بير في مدينته لا تروح الدولة تحفر له بير، لا. يروح عند التنظيم يجي التنظيم يحفر له بير وسكنوا عنده. نعم، يعني هناك أيضا إشكالية ربما حاصلة في محافظة أبين. إشكاليات كثيرة إذا شرحناها يطيل بنا الشرح. فيجب أن نتعاون جميعا من المستوى، من أكبر مستوى في الدولة إلى أصغر مواطن. نعم، مقدار التجاوب معكم سيادة العميد. نعم، في الإعلام نحن مساندون لكم إن شاء الله ومعكم حتى يتم اجتثاث هذه العناصر الإرهابية والتنظيمات التي تهدد أمن البلاد. فيما يخص الحكومة الشرعية وأيضا المحافظة، هل هناك تعاون اهتمام بمحافظة أبين لا سيما بعد عودة هذه العمليات الإرهابية إلى المحافظة؟ نرى تعاون، بس التعاون هذا تعاون ضعيف جدا من جميع الجهات. القيادة في محافظة عدن، هل لكم تواصل مثلا معهم، مع الجهات الأمنية في محافظة عدن؟ هناك أي تعاون بينكم وبينهم؟ نعم، تعاون من جانب اللواء شلال ومن جانب سيادة المحافظ عيدروس زبيدي، يتعاون معنا مباشرة في أي بلاغات، في أي شيء يتعاونوا معنا ويساندونا، بل يساندونا بالدعم في أي هجوم. نعم، يعني يتساعدون معكم دعم لوجستي، أما تقديم دعم يعني مادي أو أسلحة أو ما شابه ذلك لا. لا 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 لا، دعم إذا احتجنا منهم رجال يساندونا بسرية، يساندونا بسريتين، بل في معانا في بعض المناطق سرايا من سرايا اللواء عجرس جبدي. نعم، طيب سيادة العميد، إذن أمام هذا الوضع الذي يعني أنتم لازلتم بالإمكانات البسيطة التي تملكونها تواجهون الإرهاب وأنتم ربما صامدون في محافظة أبين رغم الإمكانات الشحيحة، ما الذي يمكن أن تقولوا في ختام هذه الحلقة للجهات المعنية بدعمكم برفضكم أيضا للمواطنين حولكم من أجل مواجهة هذا التنظيم الإرهابي؟ أخي الإمكانيات ليست شحيحة، الإمكانيات دول التحالف دعمونا بسخاء في البداية، دعمونا بسخاء بالمعدات والمدرعات والشافات وجميع أنواع السلاح، بس الاستمرار في الدعم الذي يحرك هذه المعدات من غذاء، من ذخيرة، من رواتب أفراد، هذا الذي هو عندنا إعاقة فقط. نعم، شكرا جزيلا لك العميد عبد الله الفضلي مدير أمن محافظة أبين، شكرا لمشاركتك معنا. ونشرك معنا في الحديث الأستاذ الباحث السياسي نبيل البكيري. مساء الخير أستاذ نبيل. أستاذ نبيل البكيري، مساء الخير. مساء النور، مرحبا بك أستاذ نبيل. أنت قراءتك عودة تنظيم القاعدة لعمليات إرهابية في محافظة أبين مع تزامن ربما اشتداد المواجهات والمعارك التي تقودها الشرعية ضد الانقلابيين، هل هناك أي علاقة أو يعني يمكن أن نربط ما بينهما؟ لا شك عودة العمليات الجماعات الإرهابية في هذه المرحلة هي ككل مرحلة تعودت عليها الحياة والعمليات العسكرية في اليمن، أنها ارتبطت دائما كلما اشتد الصراع العسكري في جبهات القتال كلما بادرت القاعدة في تنفيذ عملياتها في
المناطق المحررة، وكأن هناك علاقة رابطة أو علاقة ما بين هذه الجماعات وبين المشهد السياسي، أنه يتم توظيف هذه العمليات في إطار الصراع السياسي والعسكري القائم في المناطق المحررة لإرسال رسالة سيئة للعالم حول عدم استقرار المناطق المحررة وعدم قدرة الحكومة الشرعية على إعادة الأمن واستتبابه في هذه المناطق. نعم، أفهم بأن ربما طرفي الانقلاب لهم علاقة مباشرة بتحريك هذه العناصر بالقيام بعمليات ما سواء في أبين أو المحافظات المحررة الأخرى. لا شك في ذلك، نحن دائما نقول أن الملف الجماعات الإرهابية وملف الإرهابي في اليمن تحديدا هو أقرب إلى أنه ملف سياسي أكثر من أنه ملف أمني بالنظر إلى التوظيف والتوقيت الموسمي دائما لمثل هذه العمليات، أيضا في ليست هنا فقط في هذه المرحلة وإنما على امتداد المرحلة السابقة كانت تستخدم مثل هذه العمليات في إطار الصراع السياسي والكيدية السياسية بين الأطراف اليمنية المتصارعة، وبالتالي أصبح من الواضح بمكان الحديث على أن هناك جماعات وظيفية يتم استغلالها في مثل هذا التوقيت أو في مثل هذه الظروف، وهو تبدأ من خلال مؤشر العمليات التي تم خلال الفترة الماضية وحتى الآن كانت كلها تستهدف مسألة عدم عودة الاستقرار للمنطقة المحررة فضلا عن عدم وجود مثل هذه العمليات في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلاب في كثير من المناطق التي خلت مثل هذه العمليات، إلا كان في ذلك توظيفا لسياق هذه العمليات أو الجماعات في إطار المعركة. نعم، طيب أستاذ نبيل، كيف يمكن من وجهة نظرك للحكومة الشرعية أن تحد من هذه العمليات الإرهابية وأن تخفف منها على وجه التحديد في المناطق المحررة التي ربما قد تنقل صورة سيئة كما تحدثت في كلامك للعالم بأنها غير آمنة؟ الحكومة الشرعية لا شك أنها مقصرة تقصير كبير، هذا التقصير يتكلم بدرجة رئيسية في عدم الإسراع في إعادة هيكلة المناطق المؤسسة الأمنية والعسكرية في المناطق المحررة، فضلا عن ذلك عدم الحسم في مسألة ضم وإدماج كل الفصائل التي شاركت في العملية العسكرية ضد الانقلابيين في هذه المناطق وساهمت في عملية التحرير ودمجها في إطار المؤسسات العسكرية والأمنية، وفضلا عن إيجاد مؤسسات أمنية وعسكرية قادرة على أداء مهماتها بعيدا عن الصراعات السياسية والمناطقية الموجودة في أو التي بدأت تطفو على سطح المشهد السياسي في هذه المرحلة. أنا باعتقادي أنه هذا المدخل الحقيقي هو مسألة إعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية وأيضا ضم ودمج كل الفصائل والكتائب التي شاركت في عملية التحرير في إطار هذه المؤسسة وإبعاد المؤسسة الأمنية والعسكرية عن أي تنافس مناطقي أو حزبي في هذه المرحلة. أشكرك جزيل الشكر الباحث السياسي الأستاذ نبيل البكيري، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. الشكر أيضا لمدير أمن محافظة عدن العميد عبد الله الفضلي، والشكر أيضا لمدير مركز أبعاد عبد السلام محمد، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو الميد، كما هي لكم مني، حتى الملتقى بحلقات جديدة، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.